اياكس امستردام الهولندي سبورتينغ لشبونه البرتغالي الدور ابطال اوروبا الجوله الخامسه وان شاء الله اهداف يعني بكثره في هذه المباراه وان شاء الله اياكس امستردام يعني سيباستيان وين سجل الهدف الاول في الدقيقه الثامنه عن طريق ضربه جزاء شان كيفاش نونو سانتوس الذي عدل النتيجه لصالح سبورتينغ لشبونه في الدقيقه 22 شان وين انطوني الذي اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 42 لصالح اياكس امستردام في هذه المباراه وانتهى الشوط الاول بهدفين لهدف الشوط الاول شان الشوط الثاني ونقولوا كانت سيطره كانت مباراة متكافئة كانت نوعا ما من جانب سيطرة طفيفة من جانب اياكس امستردام 58% نسبة استحواذ 42% نسبة استحواذ سبورتينغ لشبونة نقولوا بلي 422 تمريرة 296 تمريرة سبورتينغ لشبونة شان روبن يعني المدرب تاع سبورتينغ لشبونه اللي دخل بخطه 3-4-2-1 شان كيفاش ايراك المدرب تاع اياكس امستردام اللي دخل بخطه 4-3-3 يعني وين كانت سيطره من جانب اياكس امستردام الهولندي شان ريموكو في الحراسه تاع اياكس امستردام دالي شان كيفاش ناصيري مزراوي ليساندرو شنا ريان شنا انطوني دافيد ستيفان سيباستيان شان الدخول ديفان شان كيفاش نيكولاس دافي كذلك شان كينات يعني وين نقولوا وين دخلوا في الشوط الثاني جاوا في الحراسه تاع سبورتينغ لشبونه البرتغالي ريكاردو لويس شان جون كول ماتيوس دانيال مانويل بورونو شان نونو سانتوس شان كيفاش تيغو توماس يعني شان بيدرو شان كيفاش يعني وين نقولوا باولو اللي دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون جدوى امام فريق عرف كيفاش وين شان الشوط الثاني وين نقولوا بلي الشوط الاول سيباستيان اللي سجل في الدقيقه الثامنه عن طريق ضربه جزاء شان كيفاش تعديل من نونو سانتوس في الدقيقه 22 أنطوني اللي سجل الهدف الثاني لصالح اياكس امستردام في الدقيقه 42 دافيد وين سجل الهدف الثالث في الدقيقه 58 ستيفان في الدقيقه 62 يعني مباراه وين قال نقولوا بلي مباراه كانت شيقه مباراه اللي شاهدنا فيها الاهداف شاهدنا فيها يعني مستوى مدرسه اياكس امستردام مدرسه تبقى مدرسه حتى وين سبورتينغ لشبونه وين مدرسه لكن اياكس يعني اللاعبين يعني شباب لاعبين وين يلعب لاعبين شباب تكوين يعني في القمه نقولوا بلي المباراه اللي كانت اليوم وين اياكس وين اعطى درس كبير لسبورتينغ لشبونه خاصه في الشوط الثاني يعني خاصه في الشوط الثاني وين كانت مباراه في القمه مباراه اللي كانت قويه جدا يعني شان مباراه كانت قويه جدا مباراه اللي نقولوا عرفوا كيفاش يسجلوا عرفوا كيفاش يحافظوا على النتيجه تاعهم هذه هي الجولة السادسة اياكس امستردام الهولندي سبورتينغ لشبونة البرتغالي الدور الابطال اوروبا الجولة السادسة اياكس وين سبورتينغ لشبونة وين بيرناو وين يضيف الهدف الثاني لصالح سبورتينغ لشبونة في الدقيقة 78 يعني وين شعرنا كيفاش وين الفوز في هذه الجولة السادسة اياكس امستردام بالنتيجة والاداء امام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الدور ابطال اوروبا.